يعني أنا اليوم جزء من كيان سياسي أطمح أن تكون هناك بيئة انتخابية آمنة. ليش؟ لأن أنا بالانتخابات الماضية كل جهدي وتعبي راح بمجرد أن حصل الترهيب واستخدموا البعض السلاح في ذيك الانتخابات، مو هاي الانتخابات اللي السلاح أكثر انفلاتا. فالأحزاب السياسية حتى التقليدية منها أيضا لديها رغبة أن تكون بيئة آمنة لهذه الانتخابات بعدم وجود سلاح منفلت، لأن مو كل الأحزاب المشاركة بالعملية السياسية عندها سلاح منفلت أو عندها ذراع عسكري ممكن أن يحمي صناديقها من خلال إجراء الانتخابات. فبالتالي البيئة الآمنة من السلاح المنفلت طموح الجميع، هذا من جانب. احسك خلينا نتكلم احنا كعراقيين بالمحصله، اني وان كنت الى انتمي الى حزب تقليدي بس اني عراقيه ولدي جذور عراقيه، وبالتالي من مصلحتي اني ان تكون مخرجات عمليه سياسيه سليمه من خلال توفر شروط امنه لهذه العمليه الانتخابيه.